Whoa. كنت لما العب العاب الفيديو جيمز وهي شغلات كنت دائما احب الشخصيات اللي عندها عضلات او تميز بالقوه الجسديه والى اخره، فهذا الاشي خلاني اتعلق بالرياضه بجميع نواحيها يعني. ومن انا وصغير كمان اهلي اهتموا وانا كمان كنت اهتم بالرياضات، فلعبت تايكوندو وصلت حزام احمر، يمكن لعبت كيك بوكسينج ولعبت بوكسينج، وكنت العب مع العاب مع المدرسه العاب قوى. الطب هسه مش باحسن مراحله بالاردن خصوصا، وفي آلاف الدكاترة ولكن في بس محترف واحد على الوزن الثقيل اللي هو أنا. فلو بدك تيجي تقيسها من ناحية منطقية أي حدا ممكن يختار كمال الأجسام، وبالآخر الواحد بيختار اللي هو الإشي اللي عنده شغف فيه أكثر، واللي هو بالنسبة لي كمال الأجسام أكثر من الطب. هذا لا يعني إني ما بحب الطب، ولكن إذا كان بدك تختار فأنا هذا كان خياري وما بندم عليه أبدا. أولمبيا هي مستر أولمبيا، هي سوبر بول بالبادي بيلدينج بالعالم، زي كأس العالم كرة القدم، هي أعلى بطولة. بالسنوات الأخيرة كان في عرب صاروا يتنافسوا أكثر بهاي البطولة. الأردن كان له مشاركة وحيدة في قبل 16 سنة من بطل مصطفى حسنين، وأنا جد فخور إني قدرت أرجع اسم الأردن على هاي اللائحة، وإن شاء الله ما بيكون بس مشاركة، بيكون فوز بالسنين القليلة القادمة إن شاء الله.